التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية سامح شكري اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمعها بباكستان. وأعرب شكري خلال اجتماعه مع نظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية وتقديرها للدور الهام الذي تطلع به باكستان على المستويين الإقليمي والإسلامي. من جانبه أشاد الوزير الباكستاني بالعلاقات المتميزة بين البلدين، معربا عن رغبة بلاده في تعزيز أطر التعاون الثنائي في عدد من المجالات الهامة. دمر الجيش الأوكراني قاعدة عسكرية في شبه جزيرة القرم بصواريخ دقيقة. وأكدت مصادر بجهاز الأمن الأوكراني أنه تم تدمير مركز قيادة أسطول البحر الأسود الروسي بالقرب من مدينة سيفاستوبول، مشيرة إلى أنه شارك في العملية جهاز الأمن الأوكراني والقوات الجوية والبحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. أعلن رئيس وزراء بولندا أن بلاده ستتوقف عن تسليح أوكرانيا لتركز على تعزيز قوتها الدفاعية الخاصة، وذلك عقب استدعاء وارسو السفير الأوكراني وسط خلاف بين البلدين بشأن صادرات الحبوب. وفي تصريحات له، شدد رئيس وزراء بولندا على توقف بلاده بالفعل عن نقل الأسلحة إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أنه يتم الآن تصليح القوات المسلحة البولندية بأسلحة أكثر حداثة. أعرب البيت الأبيض عن قلقه حيال الوضع الإنساني في ناغورنو كاراباخ بعد أن أعلنت أذربيجان انتصارها على المقاتلين الأرمن في المنطقة الانفصالية. وخلال مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن بلاده تراقب عن كثب الوضع الإنساني المتدهور داخل ناغورنو كاراباخ، مشيرا إلى أن الوضع تفاقم بسبب الأعمال العدائية التي ارتكبتها أذربيجان، حيث توجد الآن مخاوف عن أزمة لاجئين، لكن التقارير عن وقف إطلاق النار إيجابية. صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين الجنرال تشارلز براون رئيسا جديدا لهيئة أركان الجيوش الأمريكية المشتركة بأغلبية 83 صوتا مقابل 11 صوتا معارضا. كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في مايو الماضي تعيين الجنرال براون رئيسا لهيئة الأركان، مشيدا بالمؤهلات العسكرية التي يتمتع بها ومزاياه الشخصية، لا سيما انخراطه في مكافحة العنصرية، لكن هذا التعيين كان يتم عرقلة إقراره في مجلس الشيوخ. أعلن الديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس خصص نحو 11.7 مليار دولار على مدى 5 سنوات لإعادة إعمار 6 مناطق منكوبة من الزلزال. وأضاف البيان أن البرنامج العاجل موجه لإعادة إعمار مناطق مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات بما يشمل 4.2 مليون نسمة.